قرار جمهوري بتعيين الفريق محمد فريد حجازي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة. شكري يشارك اليوم في اجتماع وزراء خارجية ورؤساء أركان دول التحالف العربي في الرياض لبحث تطورات الأزمة اليمنية. برلمان كردستان العراق يبحث اليوم توزيع صلاحيات رئيس الإقليم مسعود بارزاني على السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارا جمهوريا بتعيين لواء أركان حرب محمد فريد حجازي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة وترقيته إلى رتبة الفريق. كان الفريق محمد فريد حجازي يشغل منصب مساعد وزير الدفاع. كما أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بتعيين الفريق محمود حجازي رئيس الأركان السابق مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات. أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل حركة التنقلات المحدودة التي اعتمدها اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وشمل التعيين لواء محمود توفيق مساعد الوزير رئيس قطاع الأمن الوطني، لواء طارق عطية مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا، لواء محمد يوسف مساعد الوزير لقطاع الأفراد، لواء حسام نصر مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، لواء فهمي مجاهد نائب رئيس قطاع الأمن الاقتصادي، ولواء محمود شعراوي مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ، لواء جمال سلطان مهنا مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين، لواء عصام سعد مساعد الوزير لمديرية أمن الجيزة، لواء هشام العراقي مساعد الوزير لقطاع الوثائق، لواء إبراهيم مصري أحمد مدير الإدارة العامة بقطاع قوات الأمن، لواء مجدي أبو الخير مدير الإدارة العامة بقطاع التدريب. عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع عدد من الوزراء كل على حدة لبحث الملفات والخطط التنفيذية لكل وزارة. وخلال هذه الاجتماعات وجه رئيس الوزراء بإتمام المشروعات التي تقوم كل وزارة بتنفيذها في توقيتاتها الزمنية.
إطار متابعة تنفيذ الخطط التنفيذية للوزارات المختلفة، عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اجتماعات مع عدد من الوزراء أعقبها مؤتمرات صحفية، تناول خلالها وزير الطيران استعراض خطة تطوير المطارات وأسطول الطائرات. ليه احنا بنحدث الأسطول؟ وده مهم جدا. احنا بنحدث الأسطول علشان نقلل التكلفة، الطائرات الحديثة بتقلل التكلفة. في طائرات رغم الأقساط بتاعتها احنا بنطلع موفرين فلوس. تكلفة التشغيل تمثل عامل مهم جدا نحو استعادة شركة الطيران للربحية بتاعتها. ما تقدرش تكسب شركة الطيران إلا إذا كانت مصاريف التشغيل بتاعتها مصاريف متنافسية. رفع كفاءة الخط الأول لمترو الأنفاق وسرعة الانتهاء من ازدواج طريق أسيوط البحر الأحمر أبرز ما تمت مناقشته خلال اللقاء مع وزير النقل. مقسمين الخط الأولاني تدعيمه إلى مرحلتين. المرحلة الأولانية هتتكلف 360 مليون يورو، 360 مليون يورو يعني حوالي 7 مليار و600 مليون جنيه، 7 مليار و600 مليون جنيه. دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بتشمل شراء 32 قطر جداد مكيفين. وعن استعدادات وزارة البترول لموسم الشتاء القادم أشار وزير البترول إلى أن الوزارة ستلبي كافة احتياجات المواطنين من الغاز الطبيعي والبوتاجاز. احنا بنزود طبعا ساعات تخزينية للبوتاجاز جديدة، ويمكن احنا كان يعني من الأولويات اللي احنا كنا عاملينها في زيادة الساعات التخزينية في منطقة الصعيد وجه قبلي، ولا سيما بالأخص في سوهاج، والحقيقة المستودعات تم الانتهاء منها، ولكن احنا دلوقتي في عمليات الاختبار الخاص بها في منطقة سوهاج. تطوير المدارس والاهتمام بالمعلم والارتقاء بالتعليم في مصر كان أهم المحاور التي ناقشها وزير التربية والتعليم مع رئيس الوزراء. اتكلمنا برضو على الميزانيات المطلوبة لتدريب المعلمين، ان احنا عاوزين زي ما بتسمعوا دائما نعتني بالمعلم. المعلم هو بالنسبة لنا اهم عنصر في العملية التعليمية، فالتدريبات بنتكلم على مجموعة من التدريبات كبيرة جدا، تدريبات لآلاف منهم على استخدام بنك المعرفة علشان نبقى جاهزين لاستخدامه في العام الدراسي الجاي، وتدريب حوالي نص مليون على مهارات ترتفع بمستوى التعليم في الفصل بأداء المعلم داخل الفصل. العام القادم سيشهد طفرة قوية في التخطيط والطرق في محافظة السويس، تصريحات لوزير التنمية المحلية ومحافظ السويس خلال المؤتمر. السويس كمدينة، السويس كبنية أساسية، السويس كطرق، السويس كخدمات تعليمية تدريبية، السويس كبيئة إلخ. أول مرة أن السويس إن شاء الله السنة دي هيقام على أرض السويس ثلاثة كوبري علوي. الكوبري العلوي الأولاني اللي هو كوبري الجيش المصري اللي بيمر على التوفيقية، الكوبري الثاني اللي هو من 109 حتى النفق اللي هو بيعدي على السكة الحديد، ده ثاني كوبري. الكوبري الثالث اللي هو كوبري فوق ميدان حسني عويس اللي هيحل مشكلة التكدس تحت نفق أحمد حمدي. جهود قوية تبذلها الحكومة في كافة القطاعات من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين. إنشاء وتطوير الطرق وتحديث كافة وسائل النقل والمواصلات وتوفير الاحتياجات البترولية للمواطنين والارتقاء بالمعلم وجودة التعليم محاور تسعى الحكومة لتنفيذها على أرض الواقع في أسرع وقت لتلبية احتياجات المواطنين. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. يشارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع وزراء خارجية ورؤساء أركان دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والمقرر عقده اليوم بالرياض، وذلك للتباحث بشأن مستجدات الأزمة اليمنية والتنسيق بين الدول الأعضاء بالتحالف.
كما يناقش المؤتمر منع التدخلات الإيرانية في دول المنطقة وكيفية التنسيق بين دول أعضاء التحالف من أجل توصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، فضلا عن جهود إعادة إعمار اليمن في جميع المجالات. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الأستاذ حازم الشرقاوي مدير مكتب الأخبار هناك. أستاذ حازم بعد التحية. يعني قراءة حضرتك لهذا الاجتماع وكيف تتابع هذا الاجتماع لوزراء خارجية ورؤساء أركان دول تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم بالرياض؟ هذا الاجتماع سيبدأ في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم بتوقيت مكة المكرمة. سيشارك فيه وزراء خارجية ورؤساء أركان الجيوش في دول التحالف دعم الشرعية. هناك ثلاث ملفات مهمة في هذا الاجتماع سيتم مناقشتها واستعراضها في جلسة مفتوحة، وهو عن الجوانب السياسية والجانب العسكري والجانب الاجاتي. وايضا سيكون في الجلسه المفتوحه كلمتين، كلمه لوزير خارجيه المملكه العربيه السعوديه وكلمه لرئيس هيئه الاركان، بالاضافه الى بعض المداخلات من رؤساء هيئات الاركان ووزراء الخارجيه في مده لا تزيد عن ثلاث دقائق لكل شخصيه من المشاركين في الاجتماع. الهدف هو التوصل إلى أولا رصد الواقع الموجود على الأرض في اليمن، وأيضا وضع رؤية للمرحلة المقبلة سواء كان من الجانب السياسي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وأيضا التعزيزات العسكرية في المرحلة المقبلة بهدف الحد من التوسع الحوثي هناك، وايضا الدور الايراني الذي تقوم به من دعم للحوثيين على الارض في اليمن. فدول التحالف تسعى الى الحد من السيطره الايرانيه على الارض في اليمن، وتوضيح حجم المساعدات التي يتم ايصالها والمعوقات التي تواجه دول التحالف في ايصال المساعدات التي يسيطر عليها احيانا بعض احيانا الحوثيين، حيث لا تصل هذه المساعدات الى مستحقيها في اليمن. سينتهي المؤتمر باجتماع مغلق وبعده ببيان ختامي، ثم سيعقد المتحدث باسم القوات المسلحه السعوديه مؤتمرا صحفيا في نهايه المؤتمر. نعم، شكرا أستاذ حازم الشرقاوي مدير مكتب الأخبار بالرياض. يعقد اليوم برلمان إقليم كردستان العراق جلسة لتوزيع صلاحيات رئيس الإقليم مسعود بارزاني على السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية حسب ما أكد أحد النواب. تناقش الجلسة رسالة وجهها بارزاني إلى البرلمان يعلن فيها عدم رغبته في تجديد ولايته التي تنتهي في الأول من نوفمبر القادم. وانتهت ولاية بارزاني الذي يعد أول رئيس للإقليم عام 2013، وتم تمديد فترته الرئاسية عامين بسبب هجمات الإرهابيين التي وقعت عام 2014. أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عثمان الغانمي ضرورة انسحاب قوات البشمركة الكردية إلى حدود عام 2003، وأشار الغانمي إلى أن هناك أجواء إيجابية تسود اجتماع القيادة العسكرية الاتحادية والبشمركة الذي عقد للتفاوض حول انسحاب قوات البشمركة من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وأضاف أنه تم التوصل إلى تفاهم مشترك في بعض النقاط، وتم تعليق الإجابة على نقاط أخرى لحين العودة للإقليم. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من أربيل الأستاذ طارق جوهر الكاتب الصحفي. صباح الخير أستاذ طارق.
عفوا انا احكي مع مين؟ اي محطه؟ النيل للاخبار. النيل للاخبار؟ نعم بمصر. اهلا وسهلا تفضلي. استاذ طارق، ما هي السيناريوهات المتوقعه خلال الفتره القادمه بعد توزيع صلاحيات رئيس الاقليم مسعود برزاني على السلطات الثلاث التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه؟ انا اتصور بان جلسه اليوم ستحدد ملامح المرحله القادمه لتوزيع الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث بعد تعديل قانون رئيس الاقليم كردستان وتوزيع صلاحياته. واعتقد بان لن تكون لدينا رئيس الاقليم على الاقل في المرحله الانتقاليه الراهنه لمده 8 أشهر. بعد ذلك ستكون هناك حديث اخر لان تحديد موعد انتخابات برلمانيه قادمه وايضا ربما لانتخاب رئيس اقليم جديد. بعدها ستعود منصب رئيس الاقليم الى الرئاسات الرسميه والمستشفى الرسميه في اقليم كردستان وسيتم التعامل مع قانون من جديد. ولكن في هذه المرحله الانتقاليه الكل متفق على ضرورة توزيع صلاحيات حتى لا ندخل في فراغ قانوني وإشكالية في كيفية التعامل مع إصدار القوانين والقرارات في البرلمان والتعامل مع السلطة التنفيذية في برلمان كردستان. شكرا أستاذ طارق جوهر الكاتب الصحفي من أربيل. تمكنت قوات الجيش السوري من السيطرة على أجزاء واسعة من حي العمال في مدينة دير الزور عقب تراجع مسلح تنظيم داعش الإرهابي. وكثف الطيران السوري غاراته على مواقع داعش في الشمال الشرقي لدير الزور، كما اندلعت اشتباكات في المدينة بين الجيش السوري وعناصر التنظيم الإرهابي بالتزامن مع قتال في محاور أخرى بالقسمين الشرقي والغربي من المدينة وقصف مكثف من قبل التنظيم لمواقع القوات السورية. أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران ستواصل إنتاج الصواريخ لأغراض دفاعية، مشيرا إلى أن هذا لا يشكل أي انتهاك ضد الاتفاقيات الدولية. قال روحاني في الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان وبثه التلفزيون الإيراني إن طهران أنتجت وستظل تنتج الصواريخ طالما لم يتعارض ذلك مع المواثيق الدولية. أضاف روحاني أن قرار الرئيس الأمريكي بعدم التصديق على الاتفاق الدولي الخاص ببرنامج إيران النووي يؤكد أن أمريكا ليست أهلا للتفاوض. يأتي خطاب روحاني بعد يومين من تصويت مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على فرض عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية. أعلنت الشرطة الصومالية اليوم انتهاء الحصار الذي استمر 10 ساعات على فندق ناسا هابلوت من قبل مسلحي حركة الشباب وسط مقديشيو، ما أسفر عن سقوط 25 قتيلا وأكثر من 30 مصابا معظمهم من المدنيين. وقال مسؤول بالشرطة الصومالية إن انتحاريا قاد سيارة مفخخة اقتحم بها فندق ناسا هابلوت بالقرب من القصر الرئاسي حيث يتردد عليه سياسيون عقبه اقتحام لمسلحين لمبنى الفندق. وأضاف المسؤول أن انفجارا آخر وقع بعد دقائق قليلة باستخدام سيارة مفخخة قرب مقر البرلمان السابق في منطقة قريبة. كما أشار المسؤول إلى أن أحد المسلحين فجر نفسه أثناء الحصار ما أدى إلى سقوط ضحايا بين قوات الأمن، مضيفا أنه تم القبض على بعض المهاجمين أحياء بينما قتل آخرون بالرصاص، ويعتقد أن ما لا يقل عن 5 إرهابيين شاركوا في الهجوم. في موجة جديدة من العمليات الإرهابية التي تشهدها الصومال قتل عدد كبير من الأشخاص وأصيب العشرات في تفجيرين متزامنين في العاصمة مقديشو.
الانفجار الأول وقع قرب المسرح الوطني في العاصمة، بينما انفجرت سيارة مفخخة خارج أحد الفنادق الواقعة بالقرب من القصر الرئاسي. وقع انفجار ضخم وهناك عدد كبير من القتلى والجرحى، كما قتل آخرون تحت حطام المباني التي دمرت بالمنطقة. وتبنت حركة الشباب الصومالية المسؤولية عن التفجيرات، وتقاتل الحركة الحكومة الصومالية التي تحظى بدعم المجتمع الدولي، إضافة إلى قوة الاتحاد الإفريقي المنتشرة في البلاد أميسوم. وكانت الحكومة الصومالية قد نجحت في طرد المتمردين من مقديشو في أغسطس من عام 2011، لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية يشنون منها من حين لآخر هجمات انتحارية، غالبا ما تستهدف العاصمة وقواعد عسكرية صومالية أو أجنبية. يشار إلى أن الاعتداء يأتي بعد أسبوعين من هجوم بشاحنة مفخخة في وسط مقديشو أودى بحياة أكثر من 350 قتيلا، فضلا عن إصابة نحو 230 شخصا. أدان مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الصومالية مقديشو بالقرب من البرلمان والقصر الرئاسي مسفر عن سقوط العشرات في الانفجارين ما بين قتيل وجريح. أكد مفتي الجمهورية أن ما يحدث في الصومال يؤكد أن التنظيمات الإرهابية لا تبالي بحرمة الدماء ولا في أي بلد تسال، ولكن كل هدفها هو نشر الاضطرابات وعدم الاستقرار في كافة دول العالم. ودعا الشعب الصومالي إلى ضرورة الوقوف صفا واحدا في مواجهة التطرف والإرهاب، معربا عن خالص العزاء لأسر الضحايا. ينزل أهالي كاتالونيا المؤيدون للبقاء في إسبانيا اليوم إلى شوارع برشلونة، بينما يبدو الإقليم منقسم بعد يومين على إعلان استقلاله في حدث غير مسبوق خلال 40 عاما من الديمقراطية في هذا البلد. يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه رئيس كاتالونيا كارلس بوغديمون الذي أقالته مدريد إلى مواصلة الاعتراض بشكل سلمي على وضع كاتالونيا تحت وصاية مدريد. كانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت تسليم نائبة رئيس الوزراء سورايا ساينز دي سانتا ماريا مقاليد السلطة في كاتالونيا، كما أقالت قائد شرطة الإقليم. في إطار إجراءات مدريد لمواجهة سعي إقليم كاتالونيا للانفصال، أعلنت حكومة مدريد تسليم مهام السلطة في كاتالونيا إلى نائبة رئيس الوزراء ثريا ساينز دي سانتا ماريا، كما أقالت قائد شرطة الإقليم. وجاءت سيطرة مدريد على الإقليم بعد تمرير برلمان الإقليم لإعلان استقلال المنطقة الواقعة في شمال إسبانيا. ومن على منصة خلا منها العلم الإسباني، دعا زعيم كاتالونيا الانفصالي كارلس بوتشيمون سكان الإقليم للاحتجاج بشكل سلمي. ليس لدينا ولا نريد أن يكون هناك داع لاستخدام القوة، لسنا كذلك، وأطلب منكم أن تقتنعوا أن ذلك هو المطلب الذي يتوقعه الجميع حتى في خارج بلادنا، وسنستمر في العمل لبناء دولة حرة. وعند قصر الرئاسة الإقليمي في كاتالونيا احتشد العديد من أنصار الانفصال للاستماع إلى كلمة بوتشيمون. سلاحنا الوحيد هو أن نلتزم الهدوء والصبر وننتظر الأحداث القادمة. هذه هي أسلحة شعب كاتالونيا، لأننا شعب مسالم. نريد ببساطة أن نكون قادرين على التعبير عن رأينا، لا أن يفرض علينا من الخارج. وفي برشلونة عاصمة الإقليم جاب المئات من الموالين للوحدة شوارع المدينة على دراجات نارية وسيارات، رافعين الأعلام الإسبانية معلنين تضامنهم مع الشرطة الإسبانية التي تمركزت بالمدينة. كما احتشد الآلاف من الرافضين للانفصال في العاصمة الإسبانية مدريد رافعين الأعلام الإسبانية ولافتات مناهضة لاستقلال كاتالونيا الذي تسبب في أكبر أزمة تتعرض لها إسبانيا منذ نحو 40 عاما. في نيروبي جرت مظاهرات لأنصار زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا احتجاجا على الانتخابات التي جرت الخميس ولم يشارك فيها أودينغا. حصل رئيس كينيا الحالي أوهورو كينياتا على تأييد أكثر من 97% من أصوات الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية المعادة.
حالة من الغموض والعنف تشهدها كينيا بعدما تصدر الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا بفارق كبير الانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة واتسمت بمشاركة جزئية وأعمال عنف. وفي ضاحية كوانغواري في العاصمة نيروبي جرت مظاهرات لأنصار زعيم المعارضة رايلا أودينغا احتجاجا على الانتخابات التي جرت الخميس الماضي، ولم يشارك فيها أودينغا احتجاجا على عدم إجراء إصلاحات كافية في اللجنة الانتخابية. المحتجون نظموا احتجاجاتهم من خلال الجري في الشوارع مرددين هتافات بأنه طالما لا يوجد أودينغا فلن يكون هناك سلام، كما طالبوا بضرورة رحيل كينياتا من الحكم. وأمام تلك الحشود التي حمل بعضها السيوف والحجارة لم تجد الشرطة الكينية سوى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقها في ظل تصاعد الغضب تجاه الحكومة. وكانت الانتخابات قد جرت في مقاطعات البلاد 47 باستثناء 4 منها بعد تفشي الفوضى فيها. ودعا أودينغا إلى عصيان مدني لإرغام السلطات على الموافقة على إجراء انتخابات جديدة في 3 أشهر المقبلة، ما يعني أن الأزمة فصولها لم تنتهي بعد. وتعيد هذه الأجواء إلى الأذهان أعمال العنف العرقية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية أواخر عام 2007 وأسفرت عن 1100 قتيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينشر كل الوثائق المتعلقة باغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي باستثناء أسماء وعناوين أشخاص ما زالوا على قيد الحياة. قال ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه اتخذ هذا القرار بعد مشاورات مع الجنرال جون كيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. وكشفت إدارة الأرشيف الوطني الأمريكي مؤخرا ملفات التحقيق المرتبطة بجريمة قتل الرئيس 35 للولايات المتحدة، لكن وكالة الاستخبارات طلبت إبقاء السرية على بعض الملفات. ختاما لنشرتنا هذا تذكير بأهم العناوين: قرار جمهوري بتعيين الفريق محمد فريد حجازي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة. شكري يشارك اليوم في اجتماع وزراء خارجية ورؤساء أركان دول التحالف العربي في الرياض لبحث تطورات الأزمة اليمنية. برلمان كردستان العراق يبحث اليوم توزيع صلاحيات رئيس الإقليم مسعود برزاني على السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. وصلنا إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.